80 وفي عام 2011 بطل بطولة كأس القائد ودخلت إلى شباك ياس النعيم لتعلن عن ثامن. يبدو أنها كذلك طبعا طبعا الانطلاقة تالي من جديد أندري آيو. هيعدي هيفوت بالعرض ولا هيشوط مش ممكن. مرسوم بشكل ولا اروع من ايو جول وهدف يا سلام ايو It's in grouping not long later and it's another X this time.